معنا الشيخ علي بن احمد القرني، عضو مكتب الدعوه بجده وامام وخطيب جامع الوالدين بشمال جده. حياك الله شيخ علي. اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ علي، بدايه يعني نتحدث عن نصره النبي صلى الله عليه وسلم، وخلينا نتكلم يعني كيف تكون النصره المثلى لهذا النبي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ابان لخلقه الهدى والسداد، شكر الله لكم، ونسال الله ان يبلغنا واياكم سبل الرشاد. اشكر لكم هذه الاستضافه للشيخ محمد، وهو شيخنا وحبيبنا، ودائما ما نتناقش معه في التويتر وفي بعض اللقاءات عن بعض الجزئيات، ونحن والله احبه، وهذا الموضوع يجعلنا اكثر حبا لبعضنا. كلنا والله مدين لهذا الدين بكل خير، وكلنا والله يحب محمد اكثر من نفسه ومن ماله ومن ولده. نسال الله يجعلنا واياكم ممن استخدمهم في طاعته. ايها الاحبه، انا كخطيب وايضا كمعلم لي برامج اريد ان يعني اشارك بها. اولا، يجب على الخطيب ان يشارك بعد كل حين واخر بسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي والله من واجبات التذكير التي يجب ان نذكر بها محمد النبي، محمد الانسان، محمد الكريم، محمد الرحيم، محمد عليه الصلاه والسلام القدوه، يجب ان نذكر. ايضا يا احبه، في مدارسنا ومع طلابنا يجب ان تكون هناك برامج، والحمد لله كثير من مدارسنا في هذا اليوم قد بدات يومها بالحديث وتعطير اسماع طلابنا بسيره هذا النبي الكريم، دون يعني استحداث قضية الفيلم أو ماذا جرى في هذا الفيلم النبي الكريم. نعم. طيب شيخ علي، يعني تباينت هناك ردود الفعل بين الناس، فمنهم من يعني أفرط في ردة الفعل ومنهم من فرط حقيقة. تعليقك حول المفرطين، يعني خلينا نتكلم، احنا تكلمنا عن اللي أفرطوا في ردة الفعل، لكن خلينا نتكلم عن المفرطين اللي ردودهم كانت باردة جدا باهتة، حتى تظن انهم ليسوا من هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يهتم لأمرنا ليس منا. كيف ترد على مثل هؤلاء؟ والله شيخ محمد، أنت يعني كما يقال لمست الجرح، فندعو كل ولي أمر، وندعو كل عالم قد أتاه الله أبواب العلم، وندعو كل مسؤول، وندعو كل إعلامي أن يثير هذه القضية في صالح نبينا عليه الصلاة والسلام. فنحن والله أحوج ما نكون إلى أن ندافع عن أرض النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرسول، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إنا شفيناك المستهزئين، وقال الله في كتابه أليس الله بكاف عبده، وكما قال الشاعر يا ناطح الجبل العالي ليلثمه أشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل. يجب أن نتحدث، ويجب أن نناقش المسألة، يجب أيضا أن نرد على هذه الخرافات، ونقول أن هذا النبي الكريم لم تعرفوه أيها الناس، لم تعرفوا حقيقته. يجب أن نؤلف فيه الرسائل، يجب أن نكتب فيه الخطب، يجب أن ندبت فيه الأشعار، يجب أن يكون لنا برامج. الإعلامي يتكلم ولو بالصلاة على رسول الله في أخباره أو في برنامجه. الرياضي كما فعل، والله أحب ناس يعني خارج الوطن العربي فعلوها والله، وكتبوا على صدورهم إلا محمد، وكتبوا على صدورهم إلا رسول الله. نقول نعم، يجب أن يعني يساهم كل بما لديه، يجب أن يكون كل على هذا الثغر. فمحمد صلى الله عليه وسلم يعني ينتقص منه وهو سبحانه، وهو صلى الله عليه وسلم الكامل الذي كمله الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينير أبصارنا وأبصار الجميع لما يحبه الله ويرضاه، وأن تصحو قلوبنا. فكم من هزة وكم من استفزاز هو ما تصحو به القلوب، وكما يقال دفع النار يوقظ من سباته. جميل. الشيخ علي، طبعا احنا في مراحل دراسية، واتوقع لك نصيحة جميلة للمعلم، انه ما هي الطرق المناسبة لتوجيه الطلاب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني بشرح لهم سيرته، ام وضع لهم نقاط معينة يعني يفهمونها خاصة في المستقبل في ظل هذه الاحداث؟ بارك الله فيك. وكما تعلم ان كثير من ابنائنا هم اليوم الزواج الاعظم من الامه، وكما يقال ان الشباب يعني بلغوا 70% من امه محمد. فنسال الله تعالى ان يبارك فيه. نقول هي دعوه شعبيه سلميه، لا الشجب يطفئها ولا الاعذار. يجب ان يكون للشباب كلمتهم في هذا الموقف، رغم هواننا وضعفنا
لكن بإذن الله سنكون كلمة واحدة في نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني الكتابات على جدران السيارات، الأشرطة، المقاطع التي توزع على الواتساب وعلى تويتر وعلى فيسبوك، الإخوة الذين يجيدون اللغة الإنجليزية سواء كانوا من طلابنا في الثانوية أو كانوا من الجامعيين أو من المبتعدين. الآن تعرفون أن بعض المقاطع في اليوتيوب تصل مشاهدتها إلى مليون وأكثر. ندعو الجميع إلى 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 إبداعهم، وندعو الجميع إلى استحداثهم بطرق جديدة توصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلوب هؤلاء. فنحن والله أحوج إلى هدايتهم من 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 من, من حاجتنا إلى سبهم أو إلى شتمهم أو إلى النيل منهم. نعم، بارك الله فيك شيخ علي بن أحمد القرني، عضو مكتب الدعوة وإمام وخطيب جامع الوالدين شمال جدة. شكرا لك فضيلة الشيخ. ذكر الشيخ كلام جميل جدا، بس أنا هو أيضا ذكر أن مقاطع اليوتيوب وأيضا الدراما